امبارح لفت انتباهي خبر منشور في اكتر من موقع بيتكلم عن مبادره عاملاها اهالي قريه شطوره في مركز طهطا في السوهاج. المبادره دي عباره عن ايه؟ هدفها الاساسي هو تكوين اسره مبنيه على التوافق والاحترام، وترجع تاني مفهوم احنا بنشتري عيله. اهل البنت بيختاروا لبنتهم شاب محترم من عيله يقدر يحافظ عليها، واهل الشاب في نفس الوقت بيختاروا لبنتهم بنت اصيله تقدر تحافظ على ابنهم. مبادرة جميلة جداً يا بسنت، فعلاً كنا محتاجينها. طلعت بحوالي 12 بند وافق عليهم شباب وكبار العائلات هناك، وده بالتراضي وبالمحبة وبالود، وده الهدف منه إيه؟ تيسير نفقات ومتطلبات الزواج. حقيقة لما تيجي تشوف البنود اللي عملها أهالي القرية وألزموا بيها نفسهم هتلاقي إنها منطقية جداً. هدفها إن الناس تجيب اللي هي عايزاه ولكن بالمعقول، يجيبوا اللي هم عايزينه كله بسنت لكن بكميات معقول اللي هيحتاجوه. ده حقيقي. عارف يا شاذلي، الناس بقت مصعبه الجواز فبقى صعب، يعني الناس فاكره ان الجواز تكاليفه صعبه عشان هم بيصعبوا الموضوع على نفسهم. بالمناسبه مش لازم تكون تكلفه الجواز اكبر من قدره الطرفين، لان مهم قوي الناس تبدا حياتها من غير تكلف او ضغط مادي. مفيش احسن من ان احنا نبسط الامور ونجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها واللي فعلا هنستخدمها من غير منظره. يعني احنا بنشوف بعض الناس في القرى كانت بتجيب بالميت عبايه ومش عارفه كام بطانيه وكام فوطه وكام كوبايه وكام معلقه أو الحاجات دي، يعني حاجات مبالغ فيها فعلا. نيجي بقى نتكلم عن بنود المبادرة الجميلة دي. من أهم البنود مسألة النيش، طبعا دي مشكلتنا كلنا كمصريين، بنجيبه يعني احنا بننتقد وبنجيبه ومش عارفين بنجيبه ليه. حاجة كده موجودة في البيت ملهاش أي هدف ولا ليها أي داعي، بعد الجواز بيتحول لمنطقة محرمة. لو جيت تقرب من النيش بس شوف المدام هتعمل فيك ايه. صعب انك تقرب له، صعب انك تفتحه، صعب انك تاخد منه اي حاجة. ناس بتعيش عمرها في البيت وما تعرفش ايه اللي جوه النيش ده، وما بتستخدمش اي حاجة من اللي موجودة فيه. عشان كده انا بضم صوتي لصوت اهالي قرية شطورة اللي قدروا بالفعل ان هم يفكوا لعنة مصاريف الجواز الخرافية اللي كانت بتروح في الولا حاجة يا بسنت. يعني النيش ده عايز اقول لك في كل حتة في مصر، يعني تقول ورثناه من الفراعنه في حاجه غلط. يعني كل مصر فعلا ماسكين، كلنا ماسكين في حته، او معظمنا يعني ماسكين في موضوع النيش ده. ولازم النيش يبقى مليان كله حاجات ما حدش بيستخدمها لغايه ما العيال يكبروا. يعني انا فاكره احنا في بيتنا ما فيش حد قرب من النيش، يعني حاجه كده هو بيتنظف، يعني يتفتح يتنظف ويتقفل تاني ويترص نفس الرصه اللي كان عليها، لكن ان حد يستخدم منه حاجه لا. ليه؟ لان احنا جايبين كوبايات تانية وجايبين اطباق تانية بنستخدمها وجايبين فناجين تانية. الضيوف اللي اصلا ما بقاش حد بيزور حد قوي يعني زي الاول. كمان بقالنا كام سنه شاذلي في اختراع كده جديد اتزود على بنود الفرح، بيتكلف فلوس كتير قوي، اسمه الفوتو سيشن. من النهارده اهالي شطوره مش هتعمل الفوتو سيشن بمفهومها، يعني في ألف طريقة أو طريقة ممكن نحل بيها موضوع الفوتو سيشن ده اللي بتكلف في الحقيقة مبالغ كبيرة جدا جدا جدا. في ناس كتير قوي عندنا من صحابنا بيعرفوا يصوروا كويس قوي، لو الموبايل الكاميرا بتاعته تسمح ممكن نعمل الفوتو سيشن بالموبايل بتاعنا. ممكن الكاميرات لو حد عنده كاميرا كويسة يصورنا، نروح الاستوديوهات زي الأول. في ألف طريقة أو طريقة، بدل ما نفضل ندفع، العريس يدفع بالخمس والعشر وساعات 15,000 جنيه عشان فوتو سيشن وتكلفتها بتكون عالية جدا. ولو عايزين يتصوروا برضو في أماكن مفتوحة ممكن الناس لو عندنا حد من أصحابنا يصور أو يساعدنا. في طرق كتيرة قوي ممكن نحل محل موضوع الفوتو سيشن دي عشان ما ندخلش الجواز ونبتديش حياتنا مديونين أو دافعين فلوس كتيرة قوي على بند واحد وهو الفوتو سيشن. تخيل أنت يا شاذلي العريس خلاص لسه ما جبناش اي حاجه ولا جبنا عفش ولا جبنا اي حاجه، في 15,000 10,000 جنيه ضايعين كده على الفوتو سيشن. صحيح، ارقام كتيره بتضيع بنفس جداً. الطريقه. واحنا دلوقتي يمكن بنتكلم عن الفوتو سيشن والنيش، الموضوع اكبر من كده يا جماعه. احنا وصلنا لدرجه ان البيت بقى بيتجهز بكام شاشه تلفزيون، مش شاشه واحده. احنا زمان كنا بنجيب شاشه، دلوقتي لا، الموضوع كام شاشه تلفزيون بنجيبها في البيت. مش بس كده، كام تلاجة ممكن تيجي في البيت؟ أربع أوض لازم يتجهزوا، لازم أوضة الأطفال تكون جاهزة، رغم إنه لسه ما فيش أطفال، بس خلاص بقت عادة عندنا إنه إحنا لازم نجهز الأوض بتاعت البيت كلها ونجيب أوضة الأطفال ونجيب التلاجات ونجيب التلفزيونات. كل الحاجات دي تكاليف بترهق أي أسرة متوسطة. شفنا قبل كده للأسف في عائلات بتضطر إن هي تجهز البنات بالتقسيط وتكتب على نفسها شيكات وصورات أمانة عشان بس الشكل الاجتماعي، عشان البنت ما تكونش أقل من صاحبتها أو بنت عمها أو بنت خالها وبنت خالتها. طبعا احنا عارفين القصة بتكون عاملة ازاي، شوفي بنت خالتك جابت ايه فاحنا بنجيب زيها. الموضوع انتهى في المبادرة
الحمد لله، وما بقاش فيه اي حاجه من الحاجات المبالغ فيها دي. مهم قوي ان الناس تفرح بس بالمعقول، ما يبقاش فيه مبالغه في الموضوع عشان ما ندخلش حياتنا زي ما انت قلت انه في ناس ساعات بتبقى بتكتب على نفسها وصولات امانه بتتداين لسه الحياه فيها، فما ينفعش ندخل حياتنا من اولها كده علينا فلوس قد كده او علينا اقساط او علينا حاجات عبء حتى علينا، زي ما شفنا في المبادره دي واللي بتقول ما حدش يجيب اجهزه منزليه غير ضروريه، يعني ثلاجه واحده، غساله واحده، بوتاجاز واحد، ادوات مطبخ من نوع واحد، طقم صيني كفايه، طقم كوبايات من نوع واحد كفايه، طقم معالق واحد وهكذا، كل ده يتلم في عربيه نقل كبيره تروح على البيت، العريس ما يبقاش محتاج ان هو يدفع فلوس كتيره قوي لانه بقى زفه العفش دلوقتي فيها مش اقل من 20 عربيه ربع نقل، كل عربيه لو خدت 500 جنيه اجره يبقى العريس هيدفع 10,000 جنيه بس عشان ينقل العفش، فكده 15 فوتو سيشن و 10,000. لا ده انا عايز اقول لك ده في حاجه كمان رايحين كده، ده في حاجه كمان، ده في ناس بيزودوا عدد العربيات ايا كان هي شايله ايه، يعني ممكن عربيه كبيره كده تتحرك عشان محطوط عليها انبوبه بوتاجاز لمجرد ان هو ايه، ما هي الموضوع قلب منظره دلوقتي ان هو عدد العربيات، العفش بتاع بنت فلان منقول ب 30 عربيه. عايز اقول لك موضوع المنظره دي بقى في كل حاجه، يعني كل موضوع الافراح بقى فعلا الناس تعمل حاجات غريبه فيه ومش عشان يفرحوا للاسف يعني. صح طبعا، هي زي ما اتفقنا ان هي مصاريف كتير قوي، لو قدرنا ان احنا نوفرها بكل تاكيد هتكون تكاليف الجواز اقل من كده بكتير والناس هتفرح، وكمان ربنا هيبارك في البيوت، العريس والعروسه لسه قدامهم العمر طويل، لو ما قدروش يجيبوا حاجه دلوقتي هيقدروا يجيبوها بعدين، لسه قدامهم العمر يا بسنت. ده حقيقي، العمر فعلا قدامهم. انت عارف كمان المختلف في المبادره دي يا شاذلي ان ما فيهاش كلام وخلاص، مش فض مجالس زي ما بيقولوا، المبادره دي من اول يوم بقت واقع فعلي، ناس هناك بيحتفلوا باكتر من شخص قرروا انهم يكونوا اول ناس يطبقوا المبادره دي على اولادهم وبناتهم، وانا عايزه اقول اسامي، يعني النهارده زي ما قلنا لكم مش فض مجالس عشان الناس بس بتتفرج علينا دلوقتي ما يقولوش دول بيقولوا كلام وخلاص، لا في ناس فعلا جميله عملت المبادره دي ونفذتها على ارض الواقع، منهم الحاج محمد مشرف القاضي واستاذ عبد الناصر عبد الودود والاستاذ احمد رفاعي نصر الدين وغيرهم كتير وكتير كمان، غير انه كان في مشاركه من اصحاب قاعات الافراح ومحلات الكوافيرات وبعض تجار الاجهزه الكهربائيه اللي قالوا انهم هيكون ليهم دور في المبادره دي وهيعملوا تخفيضات، وهي دي بقى المشاركه المجتمعيه، هو ده الشعب المصري وهو ده كده الروح المصريه، بيكون ليها تاثير ايجابي بيسهل حياه الناس اللي كانت فعلا مبسوطة بالمبادرة واللي اتعمل لها أكتر من اجتماع، وكانت النتيجة أن كل بند من البنود الـ 12 لما كان الدكتور عبد الحافظ متولي أو الدكتور سعد معاذ بيقولوه عشان ياخدوا الموافقة عليه كان الكل بيوافق عليه. جميل أن الناس تطلع منها مبادرات حلوة تبسط كده الدنيا، الدنيا صعبة محتاجين نبسطها على نفسنا ما نصعبهاش اكتر. كلامك مظبوط، لكن لما عرفت ان المبادره دي في شطوره طبعا ما استغربتش، لان هي قريه شهرتها معروفه في مصر كلها، القريه دي معدل الاميه فيها منخفض بشكل كبير جدا، عندهم التعليم ده شيء مقدس، عشان كده تلاقي القريه دي تحديدا بتخرج كل سنه عدد كبير من المتفوقين في الثانويه العامه، فيها عدد كبير كمان من اساتذه الجامعه والاطباء وكمان علماء من الازهر الشريف، يمكن عشان كده كان سهل عليهم ان هم يتجمعوا ويتفقوا على مبادره زي دي كمان ينفذوها على ارض الواقع. تحيه لكل اهالينا في شطوره، وان شاء الله نتمنى ان هذه التجربه تتحقق في كل قرى مصر. بنصبح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.